في موازاة تداول مقاطع فيديو تفيد بدخول كميات من البطيخ إلى الكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قامت أجهزة البلدية بحملة مكثفة على شبرة الخضار بمنطقة الصليبية، حيث قام المفتشون بالكشف على عدة بسطات وتم أخذ عينات عشوائية وفحصها في المختبر، فيما أثبتت نتائج تلك العينات عدم صلاحية بعضها للاستهلاك. كذلك ضبط رجال الجمارك شحنة بطيخ قادمة من إيران وغير صالحة للاستهلاك أيضا. خلاص الحين اللنج الثاني، يلا وين اللنج الثاني؟ في بعد توصل والله. شوف الحين طبعا ها كتبته، طبعا راح تحول تبي تحولها لنا على اساس ان نحجزها هنا عندنا نسوي بيانها وعادة تصديرها لان غير صالحة للزراعيه. هذه مكان، هذه بيانها الحين مثل ما انتم شايفين، وهذه الرقي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد كشفها على قسم الهيئة الزراعة ميناء الدوحة. هذا وعادت قضية الخضار والفاكهة المستوردة أيضا لتطفو على السطح مجددا وتشغل الساحة الكويتية، سيما بعد التحذيرات التي صدرت مؤخرا في بعض الدول الخليجية، بالإضافة إلى منع دول من استيراد بعض الأصناف نتيجة متبقيات المبيدات. ابتسام رمال تابعت القضية في تقريرها التالي. قضية الخضروات والفاكهة المستوردة والتي تحتوي على مبيدات حشرية قضية شغلت الساحة الكويتية، الرأي سلط الضوء على تداعياتها مع المهتمين في هذا الملف. أنا غير مطمئن حيال ما يتم استيراده من أغلى دولة الكويت. لماذا غير مطمئن؟ لأن الإجراءات التي أراها محليا لا تطمئني. نحن نسمع تقارير دوليه متتاليه حيال تلوث نوع معين من الاغذيه من دوله معينه من 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 وخلافه، ولكن لماذا انتظر تقارير دوليه او انتظر رصد دول اخرى؟ لماذا لا يكون لدي على فكره مختبر بلديه الكويت؟ حتى الان لم ينجز مختبر الاغذيه، وسيتم نقله لهيئه الغذاء والتغذيه، وهذه الهيئه لا نعرف اين مكانها ولا نعرف من هم مسؤولينها ولا نعرف اين تكون وما هي طبيعه عملها للاسف الشديد حتى الآن. فأعتقد أن الوضع غير مستقر في مسألة التأكد من سلامة وصلاحية الغذاء نتيجة لعملية النقل من بلدية الكويت إلى هيئة الغذاء والتغذية. أما المواطنون فتباينت آراؤهم، فمنهم من يفضل المزروعات الوطنية ومنهم من لا يكترث ومنهم من أعرب عن خوفه. المطلوب لازم يعني الصحة تقوم بواجبها علشان تكشف على هذه الأشياء التي من برا من هناك، يعني فيها هذا الشيء علشان لا يضر البشر. متخوفون؟ طبعا، يعني عشان كل واحد يخاف على صحته. لو في شيء كان الحكومه قالت لا احد يشتري لا احد ياكل لا احد. فالحمد لله والشكر قاعد ناكل ونشرب المستورده والكويتيه قاعد ناكلها ما فيها شيء. كل خضرتنا انا الكويت قليل اخذ من برا، يعني هي افضل ما تديره. وبما أن المبيدات الحشرية تجد طريقها إلى المزروعات، كان لابد لنا من سؤال المتخصصين في عالم التغذية العلاجية للوقوف عند مخاطر المبيدات على الصحة وبالتالي كيفية التخلص منها منزليا. احنا مو لازم نخاف، احنا المواد الكيميائية اللي تستخدم أو المبيدات الحشرية في منها مصرح فيه أصلا ويستخدم بكميات معينة فقط لقتل الأوبئة اللي ممكن تصيب النباتات. الحين لما نستخدم احنا المبيدات بشكل عشوائي بشكل غير مدروس، كمية المادة الكيميائية أو المبيد الحشري المترسبة على الفاكهة أو على الخضار تزيد. شلون تأثر على صحة الإنسان سلبا؟ في كثير من المبيدات تأثر على الجهاز العصبي، في منها يأثر على الجهاز الدوري، في منها يأثر على الخلايا ويحفز الخلايا السرطانية. أول شيء لازم نسويه إحنا لما ناخذ خضار وفواكه غير عضوية أيا كان مصدر الزراعة سواء كان محلي ولا خارج الدولة، لازم تغسل هذه الخضار والفواكه بشكل جيد جدا، والماء بروحه غير كافي. يعني لما نبي ناكل خضار أو فواكه بكشورها، إذا أنا باكل الخيارة بالقشر أو الطماط بالقشر اللي عليها لازم تغسل بشكل جيد، إما باستخدام الماء والملح أو باستخدام الماء والخل أو باستخدام الماء والليمون والملح. إذن المبيدات الحشرية وإن كانت تحارب الآفات إلا أنها تتحول إلى آفة عندما تستخدم فيها الطرق العشوائية دون الأخذ بعين الاعتبار للمعايير الدولية. على الرغم من أهمية المبيدات الحشرية في مكافحة الحشرات الضارة التي تلحق أضرارا كبيرة في المحاصيل الزراعية، إلا أن مخاطرها أكبر على صحة الإنسان والبيئة.
ابتسام رمال، الراي.